بتوجيه مباشر من قبل معالي رئيس الوزراء ومتابعة مباشرة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء، باشرت كوادر المدارس النموذجية في محافظة نينوى بإنشاء مدارس نموذجية ضمن الاتفاقية العراقية الإطارية الصينية. الوجبة الأولى كانت بعدد 1000 مدرسة على مستوى العراق، كان نصيب محافظة نينوى هو 92 موقع مختلف السعات موزع على مستوى المحافظة كاملة، قرى وأرياف ونواحي وأقضية ومركز مدينة. حاليا نحن في موقع رقم 16، مستوى العمل بلغ إلى مستوى 95%، نحن في طور الإنهائيات والاستعداد لتسليم هذا الموقع. المدارس هذه كانت تنشأ لأول مرة في العراق بتصاميم جديدة. الشكر موصول إلى معالي السيد محافظ نينوى لدعمه المباشر لهذه المدارس وتوجيه الدوائر الخدمية بإكمال خدمات إيصالها إلى هذه المدارس.